موريتانيا توقع مع شركة أكسون موبيل الأمريكية 3 عقود استكشاف إنتاج للغاز بالحوض الساحلي للبلاد. مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبحث خارطة طريق موريتانيا لمكافحة مخلفات الرق. أديس أبابا تحتضن أعمال اجتماع ثلاثي يبحث وضع خطة استعجالية لإجلاء المهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا. وقعت موريتانيا وشركة البترول والغاز الأمريكية أكسون موبيل 3 عقود استكشاف إنتاج بالحوض الساحلي الموريتاني. وكانت موريتانيا قد وقعت في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع شركتي توتال وبي بي في مجال استكشاف الغاز. نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورشة نقاش بنواكشوط حول خارطة طريق موريتانيا لمكافحة مخلفات الرق في البلاد. وشارك في الورشة عدد من الناشطين الحقوقيين والمحامين إضافة إلى قادة بعض منظمات المجتمع المدني في البلاد. تحتضن العاصمة أديس أبابا اليوم الاثنين اجتماعا ثلاثيا يضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي لنقاش قضية المهاجرين المحتجزين في ليبيا. ويسعى الاجتماع إلى وضع خطة استعجالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل إجلاء المهاجرين الأفارقة في ليبيا. البرلمان السنغالي يستعد لنقاش السياسة العامة للحكومة المرتقبة تقديمها الثلاثاء من طرف الوزير الأول محمد بون عبد الله ديون بعد 3 أشهر من تجديد ثقة رئيس البلاد ماكي سال فيه كوزير أول للحكومة للمرة الثانية. ويأتي الإعلان المرتقب للسياسة العامة للحكومة السنغالية بعد تقديم قانون المالية لسنة 2018 والذي أعلن من خلاله وصول الميزانية العامة للبلاد 3,709,010,000,000 إفريقي خصصت منها نسبة 42% للقطاعات الاجتماعية. وتقول الحكومة إن ميزانية عام 2018 والذي يرتقب تنظيم انتخابات رئاسية في العام الذي يليه موجهة بالأساس نحو الأولويات الاجتماعية الأساسية التي لها تأثير كبير ومباشر على الحياة اليومية للسنغاليين من أجل التحسين المستمر لوضعهم. تتوقع حكومة دكار أن يصل معدل النمو خلال 2018 7% بزيادة نسبة 0.2% عنه خلال سنة 2017. وتستعد السنغال لتنظيم انتخابات رئاسية في العام 2019 يرتقب أن يشارك فيها الرئيس الحالي ماكي سال بحثا عن مأمورية ثانية. ويتوقع أن يكون عمدة دكار المعتقل النائب البرلماني الذي رفعت عنه الحصانة مؤخرا الخليفة سال من أبرز منافسيه في حال تم الإفراج عنه قبل حلول الموعد الانتخابي. وكان الرئيس السنغالي الأسبق عبد الله واد قد أعلن أن نجله كريم واد المقيم بقطر منذ أزيد من سنة سيترشح للرئاسية القادمة. ويسابق ماكي سال الزمن من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل الانتخابات القادمة. تعديل وزاري على أول حكومة لزيمبابوي بعد الرئيس السابق للبلاد روبرت موغابي لم يمضي على الإعلان عنها سوى 48 ساعة، وتضمنت حضورا لافتا لبعض قادة الجيش في بعض المناصب الوزارية الهامة. وقد شمل التعديل الجزئي الأول على حكومة إيمرسون مانغاغا الذي أدى اليمين رئيسا للبلاد بعد 37 سنة من حكم موغابي حقيبتين وزاريتين هما العمل والتعليم. ووفق التعديل الوزاري فقد تمت الإطاحة بالوزير بلازاوس دوكورا الذي يشغل منصب وزير التعليم منذ عام 2013، وكان 500,000 مواطن قد وقعوا شهر فبراير الماضي عريضة تطالب بإقالته من منصبه.
كما تمت الإطاحة بوزير العمل إلكفيرو نياثي، وتم تعيين نائبين عن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي زيمبابوي الحاكم في البلاد مكانهما. وقد اعتبر التعديل الوزاري السريع محاولة لترميم الحكومة التي كان حضور الجيش فيها بارزا من خلال توسيع دائرة إشراك المدنيين، ولو أن الأمر اقتصر فقط على الموالين للنظام وتم الإبقاء على استبعاد المعارضة رغم مساندتها لانقلاب الجيش ودعوتها موغابي إلى الاستقالة. وتواجه زيمبابوي وهي تشهد تعيين وتعديل أولى حكومات ثاني رئيس لها تحديات جمة في مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن أزيد من نصف سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر وتصل نسبة الأمية فيها 90%. على الصعيد الخارجي تواجه البلاد تحدي الحصار والحظر المفروض عليها من طرف معظم البلدان الغربية بسبب رفضها لسياسات موغابي، وهو التحدي الذي سيكون الأصعب أمام الجنرال سيبيسو موريو الذي تلا بيان عزل الرئيس السابق وعين في الحكومة الجديدة وزيرا للشؤون الخارجية. قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة إن تراجع حجم التدخلات الدولية في الأزمة الليبية يمثل فرصة على سلطات البلاد ألا تفوتها من أجل العمل على توفير الظروف اللازمة لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال العام المقبل. وحث المبعوث الأممي الفرقاء الليبيين في مؤتمر صحفي عقده في روما بعد انتهاء مشاركته في أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي، حثهم على تجاوز الخلافات القائمة بينهم وعلى التعاون لبناء مؤسسات ثابتة لدولتهم، معربا عن أمله في أن يتم إجراء انتخابات وطنية في غضون عدة أشهر. وحسب المبعوث الأممي فإن الشروع في تسجيل الناخبين سيبدأ خلال شهر ديسمبر الجاري في عموم ليبيا، مطالبا الجميع باحترام الشروط التقنية وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التسجيل والترشح. وفي مؤتمره الصحفي قال سلامه إنه سيقوم بجولة تشمل كل البلديات في ليبيا والبالغ عددها 103 من أجل حشد الدعم للمصالحة بين الفرقاء، كما أنه سيجتمع قريبا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يبسط نفوذه على مناطق واسعة في شرق ليبيا والذي لا يعترف بحكومة الوفاق في طرابلس. وكان سلامه قد كشف في سبتمبر الماضي عن خريطة طريق لحل المعضلة الليبية تتضمن 3 مراحل تبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات الذي وقعته بعض الأطراف الليبية عام 2015 بالمغرب ليشمل كل الذين استبعدوا أو همشوا أو تخلفوا عنه، يلي ذلك عقد مؤتمر وطني برعاية أممية يتم على إثره دمج الجماعات المسلحة في الحياة المدنية وتوحيد الجيش ومعالجة قضية النازحين، وأخيرا إجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي أكتوبر الماضي أجرى سلامه اتصالات ولقاءات مكثفة مع الفرقاء الليبيين للحيلولة دون فشل الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة للاتفاق السياسي المكونة من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس نواب طبرق وهو ما لم يفلح فيه. وتتوزع السلطة في ليبيا حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج في طرابلس وبين حكومة تخضع لنفوذ اللواء خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب في طبرق شرق البلاد. جامعة القدس لما كان على حين سانحة متقدمة من إسهامها التطويري المضطرد، طور باحثون في جامعة القدس تقنية طبية حديثة عدة نقلة نوعية على مستوى التخفيف من الآثار الجانبية لعلاج مرض السرطان. حدث قدمت بين يديه الجامعة المحتضنة عبر بيان صحفي ورقة توضيح بيّنت من خلالها أن تقنيتها الجديدة تتمثل في استهداف الخلايا السرطانية بومضات كهربائية تعمل على حرق الأنسجة المصابة دون المساس بالأوعية الدموية والقنوات والأنسجة الخارجية للمريض، وبالتالي رفع مستوى إعادة البناء بالتي هي أحسن وأسرع. الدكتور محمد حجوج الباحث المشارك من دائرة التطوير الطبي بكلية المهن الصحية في الجامعة بيّن أن نقطة الإضافة النوعية في التقنية اختلافها عن العلاج الحالي لمرض السرطان المعتمد على الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة، إضافة إلى مجموعة من الطرق التي تستخدم عملية حرق الأنسجة المصابة والسليمة أيضا، ما يعني تعرض المريض لآثار جانبية كبيرة لا يجب استهدافها، مضيفا أن التقنية الفلسطينية الحديثة أثبتت نجاحها بعدم ظهور أي أعراض جانبية لها، وذلك بتطبيقها على 500 حالة من مرضى سرطان البروستاتا في ألمانيا، مضيفا أن العلاج يمتاز بوقته القصير الذي يستطيع بعده المريض ممارسة حياته اليومية دون أضرار تذكر.
الفتح الصحي عنوان الخبر نهره رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك بإمضاء تصريح كشف فيه عن تصميم الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية على الاستثمار في البحث العلمي لا سيما في المجالات الطبية والعلاجية، مردفا أن الإنتاج البحثي هو المعيار الأساس الذي يميز الجامعات من حيث جودة مضمونها ومستواها التعليمي والأكاديمي. قمن بالذكر أن مرض السرطان الذي يصنف دوليا ثاني مسبب للوفاة في العالم يتصدر إقليم الشرق الأوسط قائمة أعلى المناطق الجغرافية إصابة به وفق مؤشر المعدلات العالمية المعتمد لدى اتحاد الأطباء العرب، بينما يشكل حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية ثاني أسباب الوفاة في فلسطين بعد أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة قدرت رسميا ب 13.3% من مجموع الوفيات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. موريتانيا توقع مع شركة أكسون موبيل الأمريكية 3 عقود استكشاف إنتاج للغاز بالحوض الساحلي للبلاد. مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبحث خارطة طريق موريتانيا لمكافحة مخلفات الرق. أديس أبابا تحتضن أعمال اجتماع ثلاثي يبحث وضع خطة استعجالية لإجلاء المهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا.